قنوات المجد للأطفال، أمان لطفلك وراحة لبالك. خليني أسألك بقى، أنت فيروز بقى تمام، نجيك أنت ما شاء الله برضو كنت معاهم في المسلسل، ممتاز. فحكي لي برضو عن دورك في المسلسل، وزي إن هي الموضوع ده مشابه لأنت شخصيتك أنت في الحقيقة برضو. بص، هي مفيش فرق، بس يعني المشهد كان إحساس حلو برضو، يعني كنت بتبسط إن أنا بشتغل مع كل الممثلين. ومشهد الكيكة اللي كنت بديها لهم، اللي كان فيه أستاذ أحمد سمير وأستاذ أحمد بسيم ودادي برضو وفؤاد اللي هو المفروض كان طالع أخويا، كان فيه كيكة مفروض بديها لهم. ثواني بس، دادي دي في البيت دادي دي في البيت اسمه الأستاذ محمد يونس. إيه دادي دي؟ هو هنا زميل أستاذ محمد دادي دي في البيت، لكن في العمل ده زميل، يعني حضرتك بتعملي دور معاه. إيه دادي دي؟ معلش. وبعدين الكيك انا ما خدتش، ما دقتش كيك. انت جيت في اخر اليوم ده. ده لسه، ده انت لو عرفت تقول مش عايز. وبعدين بقول لهم باخد، بكون شايله كيك وعاملاها كده، قعدوا بقى يعملوا افيهات عليا عشان كانوا جايبين صينيه كبيره والكيكه كانت صغيره، قعدوا يعملوا عليا افيهات. راحت فين الكيكه؟ طبعا طبعا. وبعدين بقول لهم كفايه كلام على نكده والشغل، ودوق الكيكه بتاعتي. الكيكه كان ريحتها استغفر الله العظيم. يعني طبخه فاشله يعني. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال، لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.